بسم الله الرحمن الرحيم، أحبائي طلاب الصف الثالث الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم. موعدنا اليوم مع درس جديد بعنوان كن جميلا، نص جديد من نصوص الوحدة الأولى بعنوان كن جميلا. تعالوا مع بعض نتعرف على الشعر ونتعرف على الجو الخاص بالإيه بالنص. الشاعر بتاعنا شاعر لبناني اسمه إيليا أبو ماضي، شاعر لبناني هاجر إلى أمريكا، عشان كده بيسموه من شعراء المهجر. عاش بها بقية حياته، له 5 دواوين شعرية: الجداول، الخمائل، تبر وتراب، تذكار الماضي، قصائد إلي أبو ماضي. والنص بتاعنا من عنوان أو من ديوان تبر وتبر وتراب وتراب. طيب، الجو الخاص بالنص بتاعنا ان الشاعر بتاعنا يدعونا الى الاستمتاع بجمال الطبيعه، يدعونا الى الاستمتاع بجمال الحياه، تمام؟ وبيقول وبيأكد لي على نقطه مهمه جدا، ان لا يستطيع ان يستمتع بهذا الجمال الا من كانت نفسه جميله، تمام؟ عشان يتمتع ويتذوق الجمال ده وعشان يشعر بيه ويخلي اللي حواليه يشعروا بهذا الجمال، ويدعونا الى نبذ وكره التشاؤم، تمام؟ والبعد عنه. طيب تعالوا حبايبي كده مع بعض نتطرق إلى النص بتاعنا. أول بيت عندي: أي هذا الشاكي وما بك داء، كيف تغدو إذا غدوت عليلا. يا ريت قلم وورقة كده والكراسة بتاعتنا والكتاب وترددوا ورايا: أي هذا الشاكي وما بك داء، كيف تغدو إذا غدوت عليلا. إن شر الجنات في الأرض نفس تتوقى قبل الرحيل الرحيلة. إن شر الجنات في الأرض نفس تتوقى قبل الرحيل الرحيلة. وترى الشوك في الورد وتعمى أن ترى فوقها الندى إكليلا. وترى الشوك في الورد وتعمى أن ترى فوقها الندى إكليلا. تعال نفهم إيه الكلام اللي بيقوله لي ده. أي هذا الشاكي وما بك داء، ما معنى داء؟ اللي معناها مرض والجمع لها أدواء. هنا ينادي الشاعر على الإنسان المشتكي وليس به مرض، ما عندوش اصلا مرض عشان يشتكي، وبيسأله كيف تغدو. تغدو يعني ايه؟ تصبح، اللي عكسها تمسي، تمام؟ كيف تصبح اذا غدوت عليلة؟ هتبقى عامل ايه لو اصابك فعلا العلل، اللي هو المرض، تمام؟ اللي عكسها سليم، تمام، او معافى، والجمع لها ايه؟ علاء. خلاص، فبيسأله وبينادي عليه: اي هذا الشاكي وليس بك مرض، ماذا يحدث اذا اصابك المرض؟ انت قاعد بتشتكي وانت ما عندكش حاجه، اما لو جالك حاجه تعمل ايه؟ تمام، هو ده الانسان المتشائم. وبيقول له في البيت الثاني: ان شر الجناه، من هم الجناه؟ اللي هو المذنبون، والمفرد ليها الجاني. بيقول لك ان اسوأ مذنب في الارض مين؟ نفس تتوقى قبل الرحيل الرحيله. تتوقع يعني تخشى او تخاف، والرحيل اللي هو الموت. بيقول لك أسوأ مذنب في الأرض هو الإنسان اللي بيعيش حبيس، بيحبس نفسه في فكرة الخوف من الموت، تمام؟ لا، ده مش كده، ده التشاؤم بقى، ده أنا هوريك التشاؤم كمان. قال لك ترى الشوكة، أنت بتشوف الشوك اللي في الورد، الورود، ترى الشوكة في الورد وتعمى، الورودي، ها، وتعمى أن ترى فوقها الندى إكليلة. أنت بتشوف الشوك اللي في الورد، ها، وبتعمى ان انت تشوف شكل الندى وهو عامل زي التكفؤ الورده بمنظره الايه؟ الجميل. يبقى هنا الشاعر بيبين لي فكره الانسان المتشائم عايش ازاي؟ عايش بلا جمال، عايش بلا روح. تعال نشوف التعبيرات الجميله اللي موجوده عندي. بيقول لي ايه؟ اي هذا الشاكي، ده اسلوب نداء، برافو عليكم. الغرض منه تنبيه، اسمعني انا هقول لك على حاجه هتفيدك ونصايح ليك هتفيدك. يبقى أيه هذا الشاكي اسلوب نداء غرضه الايه؟ التنبيه. ها، وما بك داء، ما بك داء اسلوب نفي، بينفي ايه؟ عدم وجود المرض. يعني هنا اسلوب نفي يؤكد انه لا داعي من الشكوى، انت ما عندكش حاجه، وجاب لك كلمه داء هنا نكر عشان تفيد العموم والشمول، انت ما عندكش حاجه خالص، تمام. طيب في التعبير الاخر: كيف تغدو اذا غدوت عليلة. ها، هنا الاستفهام غرضه التعجب والاستنكار، انت بتشتكي وما فيكش المرض، فبيستنكر عليك اصلا شكوتك، فهنا اسلوب استفهام غرضه التعجب والايه؟ والاستنكار. طيب في البيت اللي بعده قال لي: ان شر الجنات في الارض نفس، ده اسلوب مؤكد بان، طبعا بادئ بان قدام حضرتك اهو، بيدل على ايه؟
بيدل على التشاؤم، أن التشاؤم جناية وجريمة، تمام؟ عشان كده خلاه أسوأ المذنب، تمام؟ تعالوا نتطرق لتعبير آخر. لو خدت بالك وقال لي إيه؟ تتوقع، تغدو، ها، تعمى، ترى، كل دي أفعال مضارعة، وفعل المضارع حطها ثابتة في دماغك كده، تجدد واستمرار واستحضار الصورة. طيب، تتوقع قبل الرحيل رحيلة، تخشى الموت قبل أن يأتي، يعني عايش حبيس لفكرة الخوف من الموت. فده تعبير يوحي بالإيه؟ قلق، خوف، اضطراب، تمام؟ من مين؟ من الإيه؟ من الموت. وتعبير يدل على التشاؤم، دي تعبير تاني، تمام؟ طيب، تعبير آخر بيقول له ترى الشوكة في الورد وتعمى. أنت ممكن دلوقتي تحط تعبير من دماغك على الحتة دي، رغم إن أنا ما كتبتهاش حضرتك هاي. ها، ده تعبير يدل على الإيه؟ على التشاؤم، برافو عليكم. طيب، ترى وتعمى، الكلمتين تضاد، شاطرين، يوضح المعنى ويأكده، مظبوط. طيب، ترى فوقها الندى إكليلة، إيه ده؟ ده تصوير؟ آه تصوير. صور الندى بإيه؟ بالإكليل. الإكليل اللي هو الإيه؟ التاج اللي جمعها أكاليل، تمام؟ خلاص؟ طيب، يعني هنا صور الندى بتاج فوق الوردة، وممكن نقول صور الورود أو الوردة بملكة تلبس الإيه؟ التاج، برافو عليكم. طيب، يبقى هنا في الجزئية الأولى أنا تعرفت على منظر الإنسان المتشائم. تعالوا نشوف الأبيات الأخرى. هو عبء على الحياة ثقيل، من يظن الحياة عبئا ثقيلة. طب معلش نجيب لي التعبيرات الجميلة كده يا مستر، عشان سوري المعاني، عشان أبقى عارف. عبء إيه دي؟ يعني حمل وجمعها أعباء. يعني بيقول لك الإنسان المتشائم ده هو حمل تقيل على الحياة، تمام؟ أنت اللي حمل. من يظن يعتقد الحياة عبئا ثقيلة، مش الحياة اللي عبء، أنت اللي عبء عليها نتيجة تشاؤمك والنظرة السيئة اللي أنت بتنظر بيها وعدم وجود جمال في نفسك. عشان كده قال له في البيت الثاني والذي نفسه بغير جمال. الإنسان اللي ما فيش في نفسه أي جمال طبعا هيجيبها له بالنهي، هي لا يرى في الحياة شيئا جميلا، ما بيشوفش في حياته أي شيء جميل. فعشان كده أمره في البيت الثالث قال له فتمتع، أمر غرض النصح والإرشاد أهو، بالصبح. ايه تمتع دي؟ يعني استمتع بالصبح، وجاب لك لفظ الصبح دي. الصبح اشراق، نشاط، عمل، تفاؤل، جمال، نور، تمام؟ فعشان كده بيقول له تمتع بالجمال ما دمت فيه، لا تخف ان يذول. يذول يعني يذهب وينتهي، ما تخافش من زواله وانتهائه حتى ينتهي، تمام؟ وفي البيت الاخير نادى عليه تاني، ايها هذا الشاكي وما بك داء. جاب النداء تاني للتأكيد والتنبيه عليه ان هو يستمع، وما بك داء جاب النفي عشان يتعجب ويستنكر عليه شكوته، تمام؟ وبيأمره كن جميلا، برضو النصح الشهادة هي بقى ترى الوجود جميلة. كل ما هتبقى جميل، كل ما هتشوف الوجود اللي حواليك ايه جميل، وهتلاقي نفسك بتضغي على الوجود وبتنشر في اللي حواليك كلهم ايه فرحة وجمال. تعال نشوف التعبيرات الجميلة اللي موجودة عندنا هنا في الجزئية ديت. بيقول لي ايه؟ هو عبء على الحياة الفقير. عبء، انا قلت حمل، هو مين؟ الانسان المتشائم. شوف بقى اما تبقى شايل حاجه تقيله تبقى عايز تتخلص منها باي طريقه، تمام؟ فهنا لما بيقول له هو عبء على الحياه ثقيل، هنا تصوير للمتشائم بالحمل الثقيل على الحياه، تمام؟ طيب، وخدت بالك ان هو جاب لك كلمه ايه؟ عبء نفسها، تمام؟ جابها لك ايه؟ نكره. نكره ليه؟ للتحقير من الانسان الايه؟ المتشائم، تمام؟ وجي قال له بعدها ها الذي نفسه بغير جمال. ده تعبير يدل على ايه؟ ها، بلادة الإحساس أو عدم وجود إحساس. تعبير يدل على التشاؤم. كل دي صح ومظبوط، تمام؟ طيب، قال له تمتع بالصبح، كن جميلا، ها، أفعال، أمر. يبقى ده أساليب ايه؟ ها، سمعك أهو، سمعك، ها، أسلوب أمر، غرض الإيه؟ النصح والإيه؟ والإرشاد، برافو عليكم، تمام؟ لا تخف، أسلوب إيه؟ نهي، غرضه، ها، نصح وإيه؟ برافو عليكم، نصح وإرشاد برضه، تمام؟ لا تخف أن يذول حتى يذول، وده برضه تعبير فيه دعوة للتفاؤل، تمام؟ طيب، في البيت اللي بعده قال له، ها، أي هذا الشاكي، إحنا قلنا عليها أسلوب نداء غرضه التنبيه، وكررها تاني أهو، ما بك داء، ها، أسلوب نفي، غرضه الإيه؟ ها، التعجب والاستنكار من شكواه، تمام؟ طيب،
وما بك داء، ما بك داء يعني ليس بك مرض. وفي آخر البيت قال له ها عليل، يعني ايه مريض. يبقى بين الاثنين تضاد، صح مظبوط تمام. بغير جمال وجمالا، ها والذي نفسه بغير جمال يعني ما عندوش جمال، وجمالا يعني عنده جمال. يبقى بين الكلمتين ايه برضو، ايوه تضاد يوضح المعنى ويؤكده تمام. هو هنا طبعا في الجزئية دي عايز يقول له تمتع بكل شيء جميل، انشر الجمال حواليك تمام، انبذ التشاؤم، ابعده عنك، ما تخافش من اي شيء تمام. زي يعني زي فكره واحد واحنا طالعين الرحله كده، وتلاقي واحد صاحبك كبير كان معاك اتوبيس الصبح ولسه ما اتحركناش رايحين، ها يقول لك ايه انا تلاقيه زعلان. زعلان ليه؟ اليوم هيخلص يا عم، هنروح ونرجع تاني بقى بعد كده ايه ده، هو انت لسه رحت اتمتعت ليه؟ دايما بتبص لنظره التشاؤم. تمتع بالصبح ما دمت فيه، اتمتع بالحاجه الحلوه ما دام انت فيها خلاص. فهنا الشاعر يدعونا الى التفاؤل تمام، والتمتع بكل ما هو جميل من الدنيا وما حواليك، والبعد عن عن التشاؤم. حبايبي درس النهارده خلص، النص بتاعنا طبعا ناكد تاني، الشرح مهم جدا، لازم يتقري ويتفهم مش يتحفظ، يتفهم، والنقطه دي مهمه جدا تمام. تاني حاجه المعاني والتعبيرات الجميله لازم تتحفظ، ولازم تعود نفسك على ان انت تستخرج تعبير جميل من دماغك تمام، ما دام الامر ماشي فيه. يعني مثلا زي ما قلت لك فتمتع بالصبح ما دمت فيه، مثلا انا ما اديتها لكش، اقول لك ان التعبير فيه دعوه للتفاؤل صح تمام، لان ده بناء على فهمك لشرح الابيات. ان شاء الله باذن الله هنتقابل تاني مع درس تاني جديد ان شاء الله باذن الله من دروس اللغه العربيه للصف الثالث الاعدادي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.